السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشتعلت النيران في الجامع الأزهر وقامت الحماية المدنية اللي هي قوات الإطفاء بمحاصرتها بخمس سيارات إطفاء، والله سبحانه وتعالى مكنهم من أن يطفئوا هذه النيران، حيث كانت غرفة الحماية المدنية قد تلقت بلاغا من شرطة نجدة باشتعال النيران في الجامع الأزهر الشريف، وانتقلت خمس سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني حول الاشتعال لمنع انتقاله إلى باقي أجزاء المسجد. وقد طلب شيخ الأزهر تقريرا سريعا عن هذا الأمر، وإليكم هذا الفيديو. اللهم احفظ مصر واحفظ الأزهر. وقد طلب الإمام شيخ الأزهر تقريرا مفصلا حول هذا الموضوع، وإلى لقاء. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، الله أكبر وتحيا مصر.